دكاترة أساتذة ويا باشمهندسين، نبدأ مع بعض النهاردة تاني جزء من ليسون 1 في تشابتر 1 اللي بنتكلم فيه عن حاجة اسمها الاتوميك ستراكشر. حاجة اسمها الاتوميك ايه؟ ستراكشر. أول حاجة عندنا اتكلمنا عنها قبل كده كان ديموكراتس. فاكرين لما احنا رحنا بآلة الزمن عن ديموكراتس وسألناه عن الاتوم قال، أو سألناه عن الماتر قال ايه يا جماعة؟ حد فاكر؟ ان الماتر مكونة من ايه يا دكاترتي؟ الله ينور عليكم، consist of atoms. consist of ايه؟ كلام جميل. جه بعد ديموكراتس ساينتست اسمه ارسطو، الله يحلقه يعني، ماشي؟ وده عمل هبد السنين اللي خلى العلم بتاع الكيمستري يحصل له ريتارد 1000 year او more than 1000 years. تمام؟ ارسطو قال ان الماتر مكونة من كم حاجة؟ اربع حاجات. ايه هما؟ فاير، اير، داست. صعب الكلام ده؟ جميل. بعد كده جه بويل. بويل قسم الماتر، بويل قسم الماتر لكام حاجه؟ حاجتين. قال في منها حاجه اسمها الاليمنت وفي منها حاجه اسمها الكومباوند. حاجه اسمها ايه؟ بس. وادانا الديفينيشن بتاع مين؟ اسمع صوتك، الديفينيشن بتاع مين؟ وقال ان الاليمنت هو عباره عن ايه؟ smallest part of matter which can't be divided to atom لكن analyzed to be mean element. كلام جميل. جه بعد بويل ساينتست اسمه ايه؟ دالتون. دالتون يا مستر قال ايه؟ الاربع حاجات، وعمل حاجه اسمها دالتون بوستيوليت. طب في دالتون بوستيوليت قال ايه يا مستر؟ رقم واحد عندنا قالها ايه؟ جاب كلام مين؟ ديموكراتس، وقال ان الماتر مكونه من حاجه صغيره اسمها ايه؟ رقم اتنين جاب كلام مين؟ من عنده هو، وقال ان الاتوم عباره عن سوليد اند ديفايدد سفير. قال الاتوم عباره عن ايه؟ سوليد اند ديفايدد سفير، يعني الاتوم بالنسبه له عباره عن كوره بس ما بتتقسمش او مش فاضيه من جوه. رقم تلاتة جي قال تالت حاجة، قال ان الاتومز اوف ذا سيم اليمنت ار، قال ان الاتومز بتاعة الاليمنتس ار ايدنتيكال. يعني يا مستر ايدنتيكال؟ يعني شبه بعضها. يعني لو جبنا الاتوم في اي مكان، مدينة نصر او مصر الجديدة او النزهة، اي مكان الاتوم بتاعة الايرن هنلاقيها كلها شبه بعضها. طب لو مثلا، معلش استحملوني، لو خرجنا بره حدود القاره او العالم كله ورحنا منطقه تانية مثلا زي الجيزه كده، هنلاقي الاتوم مالها؟ ايدنتيكال برضه، صح غلط؟ طيب رابع حاجه اتكلم عن مين؟ وقال ان الكومباوندز بتتكون من ديفرنت، اسمع صوتك، ديفرنت باي كونستانت ايه؟ الله ينور عليكم. ده مين ده؟ ده العالم اللي اسمه ايه؟ دالتون. صعب كده. خدنا كام ساينتست؟ حد فيهم عمل اكسبيرمنت؟ لا. كله بيفترض من عنده الافتراضات بتاعته. طيب دخلنا على تومسون حبيبي وصاحبي. فين؟ في الكلاس، من ايام ما كنت صغير، كنا صغيرين مع بعضينا، ها، كنا قاعدين مع بعضنا جنب بعض، حتى لما كنا بنمتحن انا كنت بغششه. ها سامعين الكلام ده؟ جميل قوي. تومسون ربنا كرمه بقى عالم قد الدنيا، وانا زي ما انتم شايفين كده، اللهم لك الحمد والشكر علينا فيه. يعني مش هتقلش كده زي المره اللي فاتت؟ ماشي، جميل جدا. نخش على مين بقى؟ على تومسون. على ده يبقى بتمشى في الزمن، عندي طاقه وعندي امل، عبقري ومثير للجدل، اصير رافعها للسما، بتشتت وافكاري بتصارعني كالعاده، هنحل وهننفذ